على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أهات بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفئ بك إلى نفسك وأسعلك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسعلك سعال خاضئ متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأهوال متواضعا اللهم وأسألك سعال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد هاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب كهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا عجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا خيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته
وكم من فادهم من البلايا قلتا، وكم من إيثار وقيتا، وكم من مكروه دفعتا، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي آمالي، وكعدت بي أغلالي، وهبسني أن نفعي بعد أملي، وخدأتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يهجب عنك دعائي سوء عملي وفي عالي، ولا تفضحني بخفي ما اتلات عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما أملته في خلواتي من سوء فعلي وإساعتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رعوفا، وعلي في جميع الأمور أطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أهترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا هجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، مؤتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مضعنا معترفا، لا أجد مفر مما كان مني، ولا مفزع أتوجه إليه في أمري غير قبولك أضري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل أضري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري تربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدقي اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزيأ من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت،
أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضماهر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مضعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف اهتمال لبلاء الآخرة وجليل الوقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الضليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم الأضاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على هر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت نبد مسلم سجن فيها بمخالفتي
وضاكت عمى أضابها بمعسيتي، وحبس بين أتباقها بجرمه وجريرتي. وهو يزج إليك زجيج المعمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أتباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما آملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أكتو لولا ما هكمت به من تعظيم جاهديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأهد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمتها أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدعا، وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي هتمتها وهكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل أملته كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام القاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي ما جواره، وكنت أنت رقيبا علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت، وبفضلك سترت، وأن توفر هد من كل خير أنزلت، أو إحسان فضلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطت، أو ذنب تغفر، أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي، يا إلهي وسيدي ومولاي،
وما لقرقي يا من بيده ناسيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أهوالي يا ربي يا ربي يا قو على خدمتك جواره واشتد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك الذنوب والمخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن أبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم العجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تكتى من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلما تسليما كثيرا كثيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.